مش عارف اعيش حياة الطهارة مع ربنا صح، مش عارف ابقى طاهر فعلا، مليان ضعفات ونجاسات، وباجي ورنم واسبح حضن بس ما عنديش الاصل ده. انا عايز الاصل ده يا رب، انا عايز اما اجي يا رب النهارده دلوقتي بعد الكلمة اجي اصلي باصل. ما تغيبوش عن الكنيسة يا شباب. ابن أرملة نايين لما مات وربنا لمس النعش وقومه قال ايه الكتاب؟ فدفعوا الى امه. ليه يا رب ما انت قومتني؟ قال له روح لامك يا ابني تعلمك وتحضنك من جديد. غبتك عن الكنيسة هتضيعك. اوعى تتفهم بالوهم اللي انت عايش فيه انك انت بعيد كده عن المشاكل، لا انت بعيد عن بيت ربنا يا حبيبي خالص. روح خبر ربنا عمل معك ايه. طب انا ازاي اعيش حياة الطهارة؟ اختم معاكم بالكلام ده، ازاي اعيش حياة الطهارة؟ الطهارة دي كم حرف يا شباب؟ كم حروف؟ طه طريق. ربنا اداني طريقين، قال لي يا ابني عندك طريقين، الحياة والموت. اعمل ايه؟ اختار الحياة لكي تحيا. ولو اتصعبت عليك انا هو الطريق والحق والحياة، من امن بي ولو مات فسيحيا. لو عفن زي العذر هيقوم. ليه؟ عشان هو معايا في الطريق. يا رب ده انا معاك وبقع. يلا يا حبيبي كمل، انت معايا في الطريق. انت هو انا مرة سألت نفسي ليه ربنا قال الطريق بتاعي ضيق؟ مش هو قال الطريق ضيق؟ الطريق الضيق ده تقريبا ما بيستعش غير اتنين، انت وهو بس. طريق واسع بيسع ناس كتير قوي فمش هتشوفه. خلاه ضيق مش عشان يضيقها عليك، عشان ما تحسش غير بيه بس معاك في الدنيا دي. فاول حاجه عشان اعيش حياه الطهاره صح اعمل ايه؟ طه طريق، اختار الحياه. بعد الطه ايه؟ هيه. فاكرين الملاكين قالوا اللوط اهرب لحياتك؟ الهروب من الخطية واللجوء لربنا اسهل حاجة. تجري بعيد عن الحتة اللي انت عارفها انها عمالة توسخ فيك كل شوية. هروب، اهرب لحياتك لو سمحت. اهربي، اهربي من اللي انت فيه، اهرب من اللي انت فيه. طه طريق، هي هروب. بعد الهي ايه؟ الف أمانة. خليك أمين مع ربنا، خليك أمين في علاقتك معاه. عارف يعني إيه أمين؟ يعني وإنت واقف مع ربنا عري نفسك وهو يكسيك. خليك أمين في الكلام معاه. يبقى طه طريق، هه هروب، ألف إيه؟ أمانة. بعد الألف إيه؟ رجاء. خلي عندك رجاء مهما وقعت. خلي عندك امل قوي ان ربنا ممكن يعمل منك حاجه مهما كانت وحشتك. خلي عندك رجاء، انتظره دايما بايمان. شمشون كان ضعيف قوي، وقع وقعد صعبه، ربنا قومه واداله نصره. داود وقع وقعد صعبه، ربنا قومه واداله نصره. موسى الاسود وقع وقعد صعبه، اداله نصره. قديسة بائسة دي كانت خادمة وبتدي فلوسها للفقراء والمساكين، وكانت روحياتها عالية جدا. فجأة الشيطان لعب بيها، خلت بيتها بيوت زنا وشهوة، فسمعوا برية شهيت ان بيت بائسة دي بقى بيت وحش، فراح لها يحنس القصير وهو بيبكي. قالت له بتبكي ليه يا ابويا؟ قال انا شايف الشيطان يا بنتي على وشك. قالت له انا ليا توبة. فقالت لها لو مشيتي من هنا. فمشيت معاه وراحت للصحراء، فوقف يصلي. فجأة وقف يصلي راحت هي ايه؟ ماتت. فسأل ربنا، قال له هي ليها توبة؟ سمع صوت قال ايه؟ في اللحظة اللي تابت فيها انا قبلتها. في اللحظة اللي تابت فيها انا قبلتها، ان كانت توبتها بحرارة. خلي عندك رجاء، خلي عندك امل. ما تبصش على نفسك وعلى بلوتك، بص عليه وعلى جماله وعلى طهارته، تلاقي نفسك بقيت حلو. هو بيحبك رغم اللي انت فيه، رغم العري والنجاسه والضياع والادانه والفشل، هو بيحبك.
مش بيسيبك كده تشرد بعد عنه. رجاء بعد الره ايه؟ ته مربوطة. تدريب، والتدريب اوله ته. ته اول حاجة في التدريب ته برضو تناول. من يشرب يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه. ما تسيبش التناول. التناول ده مهما كنت وحش هو ربنا في لحظة بيطهرك، يقول لك ده يعطى لإيه؟ لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه. ده كلامه، ده كلامه. أنت في القداس بتخش خاطي، طول القداس بتتوب، بتسمع صوت أبونا فجأة يقول لك القدسات لمين؟ القدس. تخرج قديس. كنيسة حلوة، كنيسة حلوة، بس إحنا اللي مش متمتعين بيها. عندنا كنز قد كده ومش متمتعين بيه. يبقى آخر حاجة عشان أعيش مع ربنا أعمل تدريب. مارس التناول، مارس الأسرار الروحية، اعترف كتير، صلي كتير، خليك جوه بيت ربنا كتير، هتشعر بيه.